عليكم. اليوم بتكلم لكم عن استشوار لابيل. طبعا ما شاء الله تبارك الله بايعين 76,000 منتج خلال 5 شهور، ما شاء الله تبارك الله، يعني نجاح قوي. طبعا لابيل منتج سعودي، ولأنه منتج سعودي مسوي لكم عرض لليوم الوطني. تخيلوا ان سعره تقريبا حدود 300 ريال، صار 191. طبعا لان اليوم الوطني حقنا رقم 91، فخلوه 191. لا اله الا الله. طبعا ودي اذكر لكم على السريع بعض مميزات لابيل. اعتقد ان تعرفون يعني مميزاته، بس بقول لكم على السريع. طبعا اول شيء الماسك هذا مصنوع من السيليكون عشان يحميكم من الحرارة. ثاني شيء الفرشة مدروسة من خبراء لأجهزة الشعر مختصين فيها عشان تناسب أنواع الشعر للفتاة السعودية أو الفتاة الخليجية. طبعا الاستشوار فيه 3 مستويات حرارة. في بسمعكم ثلاث انواع من القوة، شيء قوي مرة وشيء اقل وشيء اقل على حسب نوع شعرك انت ترفعين القوة. لا اله الا الله. طبعا مع كل منتج تجي هذه الشنطة لطيفة جدا، فيها ثلاثة او اربعة من هذه اللي تمسك الشعر، وفي بعد هذه الفرشة الصغيرة عشان تنظف لكم فرشة الاستشوار بسهولة. بحط لكم بعد شوي رابط الطلب والعرض حق